حنوك بدا دير لي صرامود صبحو تربحو بونجور لو جور بونجور لي زامي غادي معايا العوازه الدريات غادي نطلعطوا عليهم في الزنقه يا اختي لاباس عليكم بخير هانيين كنتمنى انكم تكونوا كاملين كاملين بألف خير كنموت عليكم وكنحبكم توحشتكم بزاف بزاف رغم ان هنايا لقيت بزاف ديال الناس كيعيطوا عليا من المغاربه توانسه دايرين كنعاود نحييكم وفي كل فلوق غادي نحييكم وغادي نقول لكم بقاو معنا لاخر الفلوق اللي ما خرجنا شويه بكاي كنهج انا خباك شرفت ابو شرفت جاتني تكحيله البنات هما اللي غادي تقولوا لي ما قلتي الناس والو نايس نايس ما قلتي الناس والو انا ديما تنقول لهم انا دابا كملي انتيا تتفاجئ انتيا ونبدا الفلوق ديالي انا ما كاينش الفلوق اليوم انت والو ما نديرش الفلوق اليوم لا ما نديرش الفلوق حقره هادي ولا حقره بالله قال لك علمناهم السعايه سبقونا لديولكم انا بغيت ندير الفلوق انا خويا طه اليوم ما كاينش الفلوق لا ما كاينش الفلوق علاش كاينش الفلوق سبيسيال يلا الكويده ديالي بقاو معايا لاخر الفلوق الكويده ديالي خدينا التران باش نجيو لندن بريدج هو التران بزاف بقى ولكن المشكل اللي فيه شنو هو فيه واحد الصداع في الراس ديالي كيهز الراس شنو كيعدفني في التران ادوي تلف 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 شو العزوة ما معاناش سويها سويها أتفه أتفه هاي 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 عشان هذا واحد صاك وهذا التليفون وحالتي حالة ويلي عشان جيتي على فمك هادي غير لخرالك عاودنا البنات من التران اللي ضغني في راسي وفرقع ليا الراس جينا لغيستو عند واحد المغربي هنايا كيدير داك الشيء زوين ورخيص بزاف سميتو علي علي كيف لندن بريدج انا دابا انا ما عارفاش انا دابا انا ما نعرفش دابا انا ما نعرفش كتبقى غير فيها انا سولتك كتضربي بالزين فين هو الزين؟ هاد الجمال كامل تبارك الله ما فيهاش ليك ضحك ضحك دابا انت حسيتي دابا انت عارفه اني زوين عرفتي علاش؟ حيت كنت تما غادا معايا في الطريق كتشوفيهم كيفاش كيطيحوا عرفتي بحال فرق الزيت كيطيح من عرفتي اللي واقفه سخفانه اللي واقفه حاله في امه اللي طيحت سخفانه وحاله حاله الله المهم البنات هذا هو غير في الاوريجينال ديالك كيما كتشوفوا داك الشيء رخيص جوج بوند اربعة بوند واحد بوند سبعة ثمانية تحية سي علي تحية ليك مرحبا مرحبا بينا عندك مرحبا مرحبا بكم الله يطول عمرك الله يكبر بيك مرحبا عليكم يا علي علاش هو درتي ليه بزاف وحنا درتي لنا شوية حقا غير جبتني داك البوسي وانا غادي نجيبو الاختيه غلط ياك لا خويا خلي طبسه ديالي مبغيتوش هذاك شكرا او تشوكا شوفو تقولوا نزيدوكم لا شكرا الله يخلف تبارك الله كافي شنو هو هذا هذا الفرماج فرماج هذا لا داند لا هذاك الدجاج دجاج هذيك فيتا دجاج مشرمل هذاك دجاج مشرمل شوف هذه شنو هي هذاك حمص حمص ولا ما كيعجبنيش فهاد الشيء ما كيعجبك والو ماشي البغاد ديالي البغاد كاين عنده مول الشلحه في الدار هاد البغاد عنده بحالو بصح بحال قالت لي في المغرب هنايا تمنى انا نديكم عند الله يحفظك لا يخطيك اه كاين هذاك شكل غريب كيفا ديال الجميع الله يلا ديال داو السلطان لا شو ليش؟ فيها. ضربنا. الله يلا. جوين شما؟ لا ودنا قديمة. شكرا. حط واحد الحاجة هنا في لندن غاطة ما كيحطوش الخبز. يعني ما كيحطوا العيش.
هذا بطبوط مصاوب هنايا، هذا بطبوط، هذا بطبوط رقيق ديال العمار، ما كيحطوش الخبز مره. هنايا كاين كاين سميده، يا الله واحد المذاق تاع هاد الكفته يا البنات، ني ما نقولش لكم واه دوق الدجاج تاعو. تبارك الله عليه، ولا غزالج واخا المنظر ماشي هو هذاك، ولكن ما كاين عندهم بنينه احسن من داك الشيء كاع اللي كنت ناكلينه في داك الزمر كامل. شكرا بزاف، احنا ناس مغاربه صحابنا وحبابنا، تحيه لكم. شكرا خويا، الله يخلف، الله يخليكم، وتبارك الله عليكم وعلى ما كلتكم. شكرا بزاف، الله يطول عمرك، الله يعاونكم. ما كان عزوة مات، انا بغيت خرجت تفاتكم ثاني، زيد قدامي. او 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 شو ده قداش مبنى كبير. خايف تليفون يطيح. لندن بريدج، بريدج هذيك بطن قدرون طلعوا لي. ها كي خلصوا عاتي انا مالي مكاش نهو، بغيت نعوم، بغيت شي بيسين ولا بحار ولا ولكن البنات صراحة نقدروا نجيو سياحة هنا اه، ولكن باش نعيشوا انا بعدا ما نقدرش. انت العدوى؟ نو نو نطلعوا نشوف حالاتنا، نطلعوا على خويا طه بارك. ايوا خلينا نعيشنا هنايا بارك، انت ما طلع لي وانا خلينا نعيش، نطلعوا نشوف حالاتنا. يا ماي دوركا هكا طه، غالي اش كدير؟ اش كدير غالي؟ ميمتي ميمتي ميمتي. غندابو دابا واحد المسافة على جنين، على داك باب اللي هي مسدود، انا كنسمع مسافة عرفتي قلبي كيضغني والله. شحال غنمشيو دابا باش نمشيو لندن بريدج؟ راه بزاف عليك طه، هما بحال ما كبر لهم بريد كيجري هما ولا فين كيمشيو، انا مسكينة ولي على الهوليداي، الهوليداي وجري عليا نجري عليك مالي على حالتي. البارح قال لي العزوة غنطلعك في الطوبيس العريان، ما طلعتش في الطوبيس العريان لقيناه سالا، دابا يطلعني في باطو العريان. مالكم ولاد العريان اش كيجيك؟ موسم سيدني العريان. انت كيخطعو تشيك هنايا؟ اه؟ دورة في الواد. لا هذيك العريان شنو غيسميو؟ ديني في العريان، عيد ديني في العريان. المهم البنات قطعنا لي تيكي وكنتسنا الباطو يجي بحال هذاك الشكل اللي العريان، والله كنحاول نبارطاجي معكم الماكسيموم باش ما تفوتكم حتى شي حاجه. ايوا هذا ما كان الكبده ديالي، حنا دابا غادي نطلعوا للباطو، الباطو العريان، الباطو العريان. شدينا الصف، هنا كيعرفوا الصف وبس، ما فيش حاجه غير الصف. دوز انت ولا والو زعما، ولا دور مع داك الدوز كاينش هنايا. اطلع نراكم سوايل ولا مع لندن؟ اها خارجة غادي، حنا غنمشيو دابا بيك باني. كلشي غيطلع الفوق غطيح بينا كاملين، مابقاش عارفين نساوي، غطلع لك فتح العريان. أوه أمي الحاج كيتصور.
طبي هذيك البطل عليهن باش تعرفوني حمقى. London Bridge to stand in 2,000 years. The first one was a wooden bridge built by the Romans and it burned down. As I'm sure you know from the nursery rhyme, the song, most of the others fell down, all but one, and that was the fourth, London Bridge. In the 1970s, it was sinking into the riverbed. And so we took it down, piece by piece, brick by brick. We sold it to an American, a businessman called Robert Pollard. And he shipped it back. On the left-hand side, look in the dock for the children. كنت كل بوحدك انت يا مان. شنو ودي لي انا ناز وحنا ما درناش بحال هاك. ما قلبتي عليا وجهك انت راه معايا باش تاكل هذا الشيء. الله يعطيك العمر. When he got back from his travels he was knighted. He robbed so much gold. It was the only time this country has ever Look to either side of the clock, see engraved in the stone, four pharaohs looking down at Cleopatra's knee. And ladies and gentlemen, I want you to put your hands up if you think that that clock is bigger than the big Ben. And put your hands up if you think that Big Ben is bigger than that clock. And put your hands up if you do not care about clocks. Hello. And he does a fantastic job. There's another one on the other side. Hello. And he does a fantastic. See as far down river to the east as the Queen Elizabeth Bridge down in Dartford on a clear day. And you can even hire out a glass capsule on that wheel for £1,000. And believe it or not, ladies, is called the Queen Elizabeth Tower. And its original name, the Great Clock of Westminster. However, ladies and gents, we all call it Big Ben. Even us Londoners, and that's not his name. Big Ben is only a nickname for the bell. The 13 and a half ton bell that lives inside the tower. And it chimes the hour, and see Big Ben, you only hear it. And it was named after a man called Benjamin Hall. He was the man in charge of the construction. They all speak different languages, no more kids. The very last thing we mention, it is a word, about the commentary. As I say, we are only the crew and we do these commentaries. We take it in turns to make your trip a little bit more enjoyable, a little bit more interesting. البنات مشينا للبيك بان ورجعنا للبريدج. هاي القنطه كتحل. فوالا اش كتحل القنطه هذاك كنتي تحل القنطه وين زعما So yeah, look, ladies and gents, as promised, we're going to spin the boat now. Look at this, a lovely side-on view of Tower Bridge open. Years ago, that bridge used to open like that 100 times every single week. Nowadays, we're lucky to see this happen maybe 5 or 6 times. Now, if you think about it, look at the time. It's just rush hour. And that bridge is open. From the traffic has always had priority over road traffic. دابا
تحلت على قبل الباط ودابا عاد شهدت الباط give you all the times of the bridge over. How was that? Did you all enjoy that? Yeah, excellent, good. بدات ديالي هودنا من الباطو جينا لهاد البلاصه هادي في البريدج هادي قهوه فيها بحال لي كابين بحال هكا تقدروا تجلسوا اونصومبل اون فامي تاخذوا لي بريتو ترتاحوا المهم البنات مابقاش لنا بزاف غادي نكملوا هاد البلاصه حنا عييت بزاف اليوم نكمل معكم ان شاء الله هاد الفلوغ هذا ولا اله الا الله محمد رسول الله لبست لعيبات وجات صغار كيجيو كي كتطلع بوحده بوحده وكيتسناو حتى يطلع الماء بحال هكا يعوموا فيه او اينك يا غالي البدا ديالي حتى لهنايا اليوم عييت بزاف خليت لكم راحه نتسناو الفلوق غدا ديال غدا ان شاء الله تحياتي لكم الى اللقاء